وصحبه أجمعين، ما بعد. شكي ما لها ولا ليال وشكي كما تشيرو إن وحا أنكوها الله إنه الله يسوق قبنا إيوه والله يسكال حساب تمي دونه والله يسكال قدب إيمان دونه. الله سبحانه وتعالى هوشاس ملائك بو وحل ساري أن شقك للهين هدي أن ليس كحسابين إن أن ليس ويدين إن وحلقوها اللينا ملائك تل ليس مدرين لبن ملك أن شقك للهين ليس مدرين. ألنا قرآن كوحكور سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. روح هذا الكمه الله من قول بليل وعلي هذا ونكرة في سياق النفي بليل ومن سياق العموم هذا الوحي الدوني بها النقض خير ها النقض شر ها النقض هذا المباح اسكبرنا ها النقض وح الله وحكها الله عليه رقيب عتيد لبا ملك ومد والبديار سيء حدنا قوب تشوقي وانا إلى لنا يا وح الروح كسو بحي ونبو إلى لنا يا مرنا نممقنا ذو أو قوب تشوقي ملائك تاسي محي وحو قريسا محي الديوان كأو قريسا محي ربي أوصو ديري سويحي إن ليس كلا حساب تما يمه وإلا وحو نقول لها عمل كاسو دان هوشا سو دان وحي نقول لها بلا شيء وحن معنى الله بين قولي حكمة ما هات إلا إسكلا حساب تميو عقدو سيا حديث كي معاذ بن جبل ترمذ أصو ساري نبي صلوات ربي وسلام عليه أرمى فربضان مركو معاذ وشيك كذب أي معاذ وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم وحا صورنا أنكوسو شيكي wax isku fuqfuqsaday oo ka daran oo isku mulkiyey dhamaantood ma ku sheega markaas waxa wuxuu yiri ha wuxuu nabigu uu sallallahu alayhi wasallam arabkaaga iska qabow mu'ad intu yaabay baa wuxuu yiri oo rasuul ilaahay oo waxan ku hadlayno ma nalo qabanaya amu'akhadun annahnu mu'akhaduna bima natakallamu bih waxan ku hadlayno ma nalo qabsanay. مركز النبي وحيد صلوات ربي وسلام عليه ثكيلتك أمك يا معاذ معاذ هو يداك ويدي وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتي معاذ هو يداك ويدي ضدك النار تم وحى كردا أما وجهها وجود عين أما قذال قذالها وجود عين وحي عرب كوضو شقيستين موية ما وح كلابة دتك عذابك كرده وح أقوب بضن دتك عذابك قلي سيد النبي حديث كي سوكوس من صلوات ربي وسلام عليه والأجوفان الفم والفجوة حبنك ترنك إيو أفك عربك لبدا ساقوب بضن دتك وح النار تقيه سأصدرات إدبا النبي نوحي صلوات ربي وسلام عليه من يضمن ما بين اللحيتي وما بين اللحيي وما بين رجليه أضمن له الجنة روحي إيد ما نقاد إنو إلى لنا يلبدي سلقود وحا أدحية وحب إنك يترن كوي لبدي سلف قرن أدحية يلبدا اللف قرود حب إنك أدحية وأفع إي عرب لبدا روحي إيد ما نقاد إنو إلى لنا يو أنوغنا تشنن أدى ما نقاد يا أبو نبي قولي صلوات ربي وسلم عليه مركا يعني وحي وواح لا يسكت قدام أنا يشكي ملح وحنا إنه كوه الله إنه سكت دل دل ما إنه سكت شيء إنه دن أين نكلا هين يعني وحوي شكي ملها إلهي أكتي سبحانه وتعالى مال بيكو قرنتهاي مال إن كيدان علينا صهر ليجي دونا نكي خير شقيستينا خير أهان تيدو أولا كل مدونا يميزان كحسنات كي أقلي دونتا نكي شربت صدنا عرب كيسا شركة كوفة صحنا
maalinkeedu arki doonaayo miisaanka sharka ayay cuslayn doontaa oo dhibaatadeeda uu la kulmi doonaa. Bal waxaa laga yaabaa walaalayaal, kelimo fudud, kelimo ruuxa la fudud, inuu naarta ilaahay subxaanahu wa tacaala intaasoo sano uu hoos u galo. waxaa nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ina arrajula la yatakallamu bilkelima, ruuxu wuxuu ku hadlayaa hal eray ah, hal eray ah oo min sakhat illaah, ilaahay waxyaalaha u cadhoonaya, waxyaalaha ilaahay uusan jeclayn ah, hal eray ah wey, eraygaasoo uusan ka fiirsanin, uusan hubsanin, macnihiisa uusan aad uga baaraandegin, si fudud uu isaga yidhi. Ereygaa uu saa uga soo baxay, naarta wuxuu u gelayaa oo sababtiisa ku gelayaa 70 sano ayuu naarta hoos ugu sii gelayaa buu nabigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Ula fiirsada hal eray ah wey, hal eray ah, kelimo kaa soo baxday. Leanna bal waxaa laga yaabaa hal kelimo kaa soo baxday oon aad kuula cuslayn inaad naarta ugu waarto, oo kelimatu kufri ah, oo kelimatu shirki ah. Leanna waxa weeye carabkani xasaa'idda iyo waxyaaluhu carabku shaqaysanayo waa waxa dadka naarta geliya weeye. Ruux marka waxaa la doonayaa carabkiisa inuu kontaroolo, carabkiisa inuu xakameeyo, carabkiisa intuusan hadalku ka soo bixin inuu fikiro, oo wuxuu rabaa inuu ku hadlo ka baaraandego. Ma khayr baa ku hadal, ma shar baa ka gaabso. Man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut, ruuxii ilaahay iyo maalinta aakhara rumaysan khayr ha ku hadlo, haddii kale ha iska aamuso. waxay kaa suuroobi kartaa iyo kuu suuroobi kartaa intuuna hadalku kaa soo bixin hadal kastood ku hadlayso inaad miisaanto. markaad miisaanka saarto intaadan weli ku dhawaaqin baa waxaa kuu soo bixi kartaa inuu khayr yahay, ha ka gaabsanina ku hadal markaa miisaanka xasanaad ku gelayahay. waxaa kuu soo bixi kartaa inuu shar yahay, ka gaabso, meel xun buu ku geyn. waxaa kuu soo bixi kartaa imaan karta in uu aada isleedahay maya waa iska bannaaye, xataa hadduu iska bannaaye inaad iska gaabsataa ka fiican, xataa hadduu iska bannaaye inaad ka gaabsataa ka fiican, iska fiican maxaa yeelay inuu hadhowta hadal badni kuu jiidaa dhici karta. dadka hadalka badiya yacni macno la'aan baa ku dhacday, macno la'aan. oo ruuxa waxaa la doonayaa wuxuu caqligiisa iyo xikmaddiisa iyo dadnimadiisa iyo sumcaddiisa iyo kulli waxay qiimo leedahay intuu hadalkiisu urursan yahay. laakiin hadduu tharthaar noqdo, iska hadlo meeshii la yimaadaba, iska hadlo meeshii la fadhiistaba, iska hadlo oo hadal jecel, waad aragtanoo dadka agtooda qiimo kuma leh. waxaa la leeyahy war waa kii hadalka badnaa wey, war waa kii hadalka badnaa, wuu iska hadlay. sidaa aad dadka agtiisa uga qiimo dhacday baad ilaahay agtiisana uga qiimo dhacaysa. hadalku markuu kaa soo baxayo waa inuu qiimo leeyahay, jawhar yahay, xiise loo qabo, meeshiisii dhaco, adiguna markaasaad sharaf iyo qiimo ku yeelanaysaa, dadka agtoodana aad qiimo ku yeelanaysaa oo aad yacni wanaag ku yeelanaysaa. waxaa la doonayaa marka ruuxa muslimka inuu ahaado ruux kontaroolan oo hadalkiisu kontaroolan yahay oo uusan iska noqonin wax iska furan oo wuxuu doono ku hadlo. wabillahi tawfiiq. جزا الله خيرا أخونا الفاضل الشيخ محمد. هذا الكوين كمد يهي أعماش إلهي نقبنا سبحانه وتعالى أي أنه أرقني مر هذا إنه تأوغ أني وقتك إنه كل منه هذا إيو جلوس الطرقات دونو ديدي لفردي سنية دادكي يسوء إيماني يميلها maxaa la sheegay, maxaa la yiri, waxyaabaha iyada ma ka mid noqonaysaa iyaduna idaacati alwaqtigan sidaas ahi qiila wa qaal. maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa idaa maruu billagwi maruu kiraama, haddii ay soo maraan dadka mu'miniinta sifaatkooda marka laga warramayay وإذا مروا باللغو مروا كراما هدي سومران لغو بو الله يري سبحانه وتعالى وهي سومريان إيهو كرامة قالوا سلاما إن إله ين الله إنو شيخ سبحانه وتعالى موقف كقفك مؤمن كان لقدونا يويان مركا وقتك إن إسكا ضيعنو كو ضيعنا ما لها يذا إيه إن إسان هبونين قيل وقال ينوعا إن لغلوميو
وحايدنا سفي عن نوغو فهفاهن دون بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا الفاضل الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر إن شاء الله تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رنتي موضوع عن موضوع عدو في عن واي خاصة أنك سومالي ذا وحافعنا الله ذو وقت في عن لسيو رأيك محيا لي وحيا لها وحفس هذه أمدان أمد لي أمكلت لي أما الدين تودد لي وكتر كتين تاس قيل وقال وحلوها لك سمين وامداس خاصة حلقان ددك سومالي دا أزمدي دقال كسوكي نحمري وح بضنبا وحلوه فسهادين كتر كتين تا دد بضن سيدو شيخ هذا الشيخي وحان أمالينا إلهي نبت بادية سبحانه وتعالى إنه قدوين ونارت إنه كسي دعين لأن كلمة أي فذيان أما كلمة أي ضدك كنح فذيان أما بين الشيخين درت إن أنت سو مسلمين وحلقوا يالو أنت سو مؤمنين نبلغوا قيستو أنت سو ضد إسكول آيان أي على قيابا مركا رنتي وموضوع رئيس كيسالة إن شاء الله كل علماء ما كهل دون توقتي الصوت سعده قيب تجارهان هدا إن شاء الله إن شاء الله تعالى وآديه وآيات إلهي سبحانه وتعالى وحكشي كي الله أدوم ديسا عباد الرحمن ليرهدو إلهي أن نقدر سبحانه وتعالى وعباد الرحمن أدوم ذا الله الرحمن كأدوم ديسا الله سفيه تلماما لقبحيه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ميري الله ذو كسعدا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ذاتك جاهل كاه أن وحبك لأغين هدي الله هدلان نبت بير هذا أيضا هو والسي في وإذا وحال إله وأمرك وحال الله كدري سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما هدي أي سومران لغوي waxay maran iyaga oo sharaf leh ayay maran marka lagwiga waxa la ilaawaa waxaan adduunyo aakhira faa'iido ku lahayn ayaa la yiraahdaa waxa dhici karta xaraanta inay noqdo xaraanta waa ba xaraan manhi wa iyada haday namimnimo tahay haday been tahay haday tahay wax sheegid haday tahay dad la isku dira haday tahay taa waa xaraan waay xataa haday soo maran وح لغوي وحي مران يغا او شرف له ايو الله سبحانه وتعالى وحا كميدا مركا فديغا ميلها لفريستو الجلوس على الطرقات واجه رددك جدك فريسن جيره لكن هذا وحا الجلوس على البارا على المطاعم مخايدها ايو ستاربك ايو ميلها لسوغو يمادا ايو وهذا ماشى فديك سلقي سوية هيا مركا فديك اسمعلها فديك لفريست النبي عليه الصلاة والسلام وكدق وحير إياكم الجلوس على الطرقات سكيلا لي مارتي فريسك جدك لفريستو دريق لفريستو نبي وكدق عليه الصلاة والسلام مركا سوحير هذا كما مارنو ومارتي وأسقى شيكي سنة marka hadii aad saas yeeshaan wuxuu nabiga kaleey salaatu wasallam oo kama qaar salaatu wasallam wuxuu yiri marka hadii saas tahay ishiina waa inaan laabtaan oo waxaran idan isha ku damoon waa inaad macruuf ka amartaan waa inaad munkar ka reebtaan intaas oo shardi ah lagu xiray hadaan fariisaneysa dariiqa waa marka hadii kale inta ma fariisan kareysid bararka iyo mukhaayadaha waxa weheliye meelaha taksiyada la fariisto oo taksiyada wax ku sugaan ama taksiyada meelaha isugu yimaadaan ama dumarka meelaha isugu yimaadaan meeshaas waxa kulluma waqti aad u farabadan
oo kaga luma dadkaas hadalka beenta ah iyo hadalka dacaayada ah iyo hadalka sharaf dhaawacida dad la dhaawaco iyo xanta ayaa waqti badan kaga luma marka qaybta waqtiga lumidiisa lafteeda waxay tahay runtii musiibo weyn ah لأن وقتك إلهي وحكوت المامي إنو يهي نعمة ودتك السيئة إنو يهي عمره قوانا دلاده ساعدة قوانا دلاده بلق قوانا دلاده سند قوانا دلاده هذه آد وقتك هذه عمره هذه قيب السو إميساء أيا كسو آديس عمره هذه كمدة فردي ميل آد اسكفرد السو وآدم وحبق قبصني أما بار فردي اما مال شيك فدي غول لوو شيكيستو اما مارت وحا فدي سامل مال يعني اسكا امسا امريغا دي كا قادميسو ان بدنا كا قادميسو الله وحلو سبحانه وتعالى انسان كمرك اخر لا تغو وحا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير سو امري اذن مسينين انتي قف وح قادن كر وح كو قاتو مينن اذن امري سينين إلهي سبحانه وتعالى ونعمة عمرك يعني دعاء إلهي كسي ونعمة ولسويدنا يقفك ما لنت قيامه وعن عمره فيما أفناه عمرك يسوح ودمي قفك ولويدنا إلهي هرتي سمركو استاغ أديا تراها بارا كودمي استار بغان فدي أما هبلاي هبلاي لفدي ولا شيء كيسنيني أما حفلدان كودمي إلهي هرتي سوحده لهيد أذيك لقى الدونية ربي عمرك وحوقته لقلين لقو عباديسته لقنا فائديسته وحنا لقو قبصده الدنيا خربة وحو النبي قيل عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس لبن نعمه ضد بدن وكل عينهين غبنك وحل إلى قف لقسي وح قالئة وح لقسي وح معنى لهين ايو دافسدي وح قاله وحو دافسدي وحان معنى لهين مركا وا دعيه قفكاس نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحه والفراق النبي عليه الصلاه والسلام عافيماتك يا فيوبدا يا فراقها فراقها مركا تهي وا نعمه لكن وا لو دعيه دد بدن ما حال وقتكاس وح لو قبسن لها وحاد كو غدبسي وحاد كو بدلتي iska sheekayso ina hada shamaanto dad qofa subaxdi suu soo fariistay iska hadlay ila galabti xogaa buu soo qaday in asagoo orda hadana imaana barkii u taagan yahay wuxuu taagan yahay starbucks ama meeshii u taagan yahay marka dambe wuxuu ku noqonaa addicted sida qofka daroogada u barto kale wuxuu ku noqonayaa hadaan u tagin meeshii starbucks ahayd waa jirinayaaba hadduusan meeshii fadhi ku dirka tagin waa وقتيس ان مشو قدمانه marka waqtigaas waa la weydinaa thumma la tusaluna yawma idhin an an-na'im ni'madaas ilahi wuxuu subhanahu wa ta'ala ni'mada waqtiga walidin weydinaa ilahi waa idin weydinaa subhanahu wa ta'ala wixii aad ku bixiseen marka arinka waa arin musiba ah ayo hal ikhwa waxa kamida waqti luminta telefoonka kamida khaasatan dumarka waxa laga yaaba maanta dhan inay telefoon ku hadlayso heblaaya u dir heblaaya u dir heblaaya u dir heblaaya u dir maxaa laga hadlaya waxa dunida aakhira waxu taraa waxa ma ka hadlaya dad aan caawina ilma iyo agooma ma ka hadlaya se diinta u barana ma ka hadlay miyey ka hadlaya se u hagaajina gurigeena iyo caruurteena miyey ka hadmay heblaaya waxay tiri hebel wuxuu yiri heblaaya hebel ma maqashay wixii ka dhacday guri hebel wixii ka dhacay ma maqashay aan heblaaya la hadalno heblaaya ku dirno intaas laga hadlaa kaliya waa ismi iyo waxa iyo cara ilaahay ba laga hadlaa oo kaliya marka ayadana dibkay ka mid tahay waxaan insha Allah ta'ala ku soo khatimayaa ilaahay wuxuu ku soo ilaahay wuxuu sheegay dadka liibaanayo dhaxalka jannada firdowsa ilaahay uu siin doono ayuu Allah noo sheegay subhanahu wa ta'ala dadkaasna waxaa ka mid ah qad aflaha almu'minun الذين في صلاتهم خاشعون كو صلاته ذا كو خشوع قضب كلبات وفي الله كو حجي والذين هم عن اللغو معرضون كو كجيسته لغوي كجيسته
ee dhabarka u duwa hadii wax laga sheekeynay lagwi ah waa ka tagaan meeshaas ilaahi waa sii wadi subhanahu wa ta'ala والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قفل بواحد اسوي ديسا maanta adduunka aad joogto waqtigaas ilaahay hortiisa hadii lagu weydiiyo alla hortiisa hadii lagu weydiiyo adigoo taagan alla hortiisa meesha loo kala dareeray waa janna iyo naar meesha markaa taaganta hadii lagu weydiiyo waqtigaan maxaad ku bixisa hadii lagu weydiiyo jawaabtaad bixin lahayd qof walba uu ka fiirso nicmadaasna waqtiga ana ha ku dhacmina wax qabso xataa shaqayso dad badan oo waxaan la yaabanay Mareykanka oo kale iyo wadamada ama halka kanba yaani dadkii shucuubti waa ordaya way shaqeynayaan time ma haystaan maruu class qaadanayo maruu shaqeysanayo maruu asaga gurigiisa ka shaqeynayo waqtiba ma haya even 5 minute ma haya qofkii annagana Soomaali hadaan nahay wuxuu fadhiyaa Starbucks uu fadhiyaa maantana halkaas ka sheekeynaa war waxa dadkan ordaayo ee shaqeynay ee aan waqtiga haysan ee ordaayo waxa ay qabsadeen adigu waxaan ordaayeen xagee ka martay adiga aw waxaad qabsan lahayd adiga halkaas uu fadhiyaa rehebel maxalliyadi dagaal hebel magaal hebel lama la qabsaday yaa hebel hadduu xataa war waayo been uu sameynayaa si uu suuqa uga gado oo dadka u sheega beenta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga caafiyo cudurka kan نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من هذا المرض إلهي سبحانه وتعالى هنقع عافيه إلهي هنقع ليكوا وقت قود عبادك وعمرة هي خير هي مصلحة هي أمدة يعني وناك إذا كشق يسيد إلهي سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فرد خير ملها شرر كودو او دان الهي ساسوليا الا قفكي شر لغو امرايو صدقه ما هي معروف امراي ما هي وناك ان سمينو او اصلاح بين الناس اما ددك ان دخدود لا هاجيو شر لغا هادلاي اما صدقه ان بخينو نينكي سميه سداس او شيرو ان صدقه لا بخي ددك دخدود لا هاجيو معروف كلا امرو الهي وحلو سبحانه وتعالى أجر وين أيان سينينا فسوف نؤتي أجرا عظيما جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله خيرا أخونا الفاضل الشيخ عبد الرحمن سيدا ونوفا فاهي إلهنا سبحانه وتعالى لما ميزانك وذا حسناتك هاو قدر علم ذا سيدا كلا من قيل وقال وحكم ده نباتين كإلا ذهي قسوة القلوب قلبك إنو إنجيجب من لقيا أبا مركا قلبك إنو إنجيجي إنو سبب أتهي كتير كتنتا من لقيا أبا عرضك قفك مؤمنك وحلق الشيء أو مسلمك وحلق الشيء إنو سبب النقطه قلبك إنو إنجيجي ما لقى يا أبا وحيابها صعيد النال النبي قال لي صلوات الله وسلام عليه من قال لا إله إلا الله قفك هالدير هذا لا إله إلا الله حرم ماله ودمه وعرضه وحرم ممنوع أهبا ديجي سي حوله سي هي شرفتي سي عرضي سي وممنوع ويان وحنا قلنا قلوا إن كلوا بحية فلو كدرك وحاليره ورقد هلكن ولا سو قري انت بدن وحي واخ كشيغان قلوينك مدخدا غار اهان سوماليا نيمانك ايغو دغال اوغياشا مركا كو او واخ لا شيغو ايغو يدونا مسوهس جلي ثقيل وقال محوسه يهي موقف كا قفكه مؤمنك لا دونايو ان شاء الله
iyo duruqdii looga bixi lahaa waxa noo faahfaahinaya akhuna alfaadil sheekh cuthmaan madad falyatafadal mashkuur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وحنشكل هين موضوع لقاهد لايو قيل وقال يكتري كتنتا يوحي لمدة إنا يكمدهين آفات اللسان لباتوين كعرب كأولي هاي ومركز وسو جيدي كرقفكي لي من أرنكاس مصائب يا عذاب يا أرنما خطرة سيدا درادت أي واحد أركيسا إن نصوص تو أي نوجد جيسو خطرت عربك عربك وليه إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هذا بقل وهراع راع وحادا علم أولهين أقوان هذا أولهين محايا لوحد مقشوه إيو وحد أركته إيو وحد ما أركته اعتقادسه لما أنتود والقويدين دونا مجاهد وحيري لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله هأرن وان أرك أذن أرك هأرن وان مقل أذن مقل هأرن وان أجه أذن أجين محايل إله سبحانه وتعالى دمان وحاصد وكويدين دونا مركا وحيابان هذا لقاحد لا يؤدي عربك نوعي بذن بين qofka oo aan aamusi karin oo lagu ibtilay imtixaan in uu yaani maanta oo dhan uu hadlo oo hadalkii aan joojin karin waxay ka mid tahay yaani amraad qofka asiibayso sidaa daraadeed ayaa qofka laga rabaa inuu ka digtoonaado nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiskii abi hurayra بخاري مسلم يسوع صار وحير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قفكي إلهي يا آخر الرميسنو أما وناك هذا الأمس كأمس أمس ككون نبض بدن أفكا أنت فريه أظهر ليسو وحى بدن أي دم بجاجا بدن أي عمر بن الخطاب وحيري من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به يعني وحير عمر بن الخطاب قفك هذا الكيس أوبته دعد عيسى بات قفك دعد عيسى أوبتنا دم بجيس بابات قفك دم بجيس أوبتنا نار بأوهبون هذا بقى ما دام هذا الكبذن ذنوب بذن وكرت تمكره وحنشكل هين إن أرنكاس أوراتكو يالنكرو قلبك قفك أو يعني قليل كدعا محايا لي قلوبت وحي كجل عذا ذكرك إلهي إيو قرآنك أخرس كيسا إيو عباداتك إيو خيرك دقيس كيسي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد قلوب توحي كقلشا واي كاتكاتا معاصد اي ذنوب اي حمانتا مرك قفك مال والبو اسو تاغن ان انو سن افكي سحرن او مسلمين عرضغودي او اين كنبت غلين او حن اي حمان كجرا وحن شكلين ارنتاس اني راد وين كو يلانيسو او قلبيسي او اتكانيو oo laga yaabo marka dam inuu gaaro heer diinta loo sheegay aayadaha lagu akhrinay qalbigiisa ay yaani jilcin waayaan maxay yeelay yaani dambiga badan marka dam qofku wuxuu gaarsiya aayadka lagu akhrinay inay qalbigiisa jilcin iimaanka keenay quluubta inay baqdo oo yaani ku khushuucdo ilaahay dhikrigiisa innamal mu'minuna alladheena
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مركا وحان أركاء أرن كاس إنو أرن خطر ويهي أولو بهاي قف والبو مسلم إنو كدكتون هذا سببتنا وحيتها هذه أن أسو قدبو علاجك أما الدوذة أرن كاسكا محايل قفك اللقو إبتلايي قفك اللقو إبتلايي أرن كاسو كلمحا الدوء هذا نسوى يدينو وحان لنا إنو كفكر وقفكاس خسارها كسو قاري كرو آفظة قيل وقال يا هذا كان اسكسي ديسا إنه كفكره أو حسوسته إنه استقع أي مصيبك نقول يترين كان نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح استقع درين سينا يدتك أي وحكيري أتدرون من المفلس ما قرانا يسان قفك مفلس ليراهده قفك يعني كعي وقعن مرناضي مفلس ما قرانا يسان وحير هذا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار مفلس أنا عن أنا قانا قفك حولها كذا ماذن أو دينار عن لجوه جيني دولار يدرهم منه أو بنان عدلا صفر يستي مركز سير النبي عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي أمد إذا مفلس وحى أبويري أو يعني قفك عن مرنا قفك صلاة فربنا تكذي أو صوم فربنا صومي أو ذكب لبحي وأعمال فضبطنا وخيرا ليمد لكن أنا عرب كيسي لقنا بتقلين ما أنتو أنه تكني قرآنكو أخريناي هبينكين أنتو ميل فريستو أيو أمد أين كان بتقلين وحكا شيئي قيامة مركل لقارو أيا إله سبحانه وتعالى وعادل أيا وحال أرندونا دادكي ظلمي وحكا شيئي وعرضي قوضي ومحوها داوعي أيا إلهي أقدع ووناي مركاسا إله سبحانه وتعالى يعني وحلوغه قاضيا قف ايغا كميدا صلاهي سيبا لاسين ميد سغا ايغا كميدا سونكي سيبا لاسين ميد كلا صدقدي با لاسين ميد كلا الا ددكي و حنتي اما وحو دبي اد بي وفربدين مركي اجر كيسي و دمادو و خي حسنات و لها او اي ددكينا ولي تاغيين او الهين الهي او نوغا ما ارتي نينكا كان ظالمكا نوغا غرنق ايا ذنوبتود انت لا سو قادو أسجى ماذا حل الله صاريا ثم ألقي في النار بويل عليه الصلاة والسلام مركز النار تلقو تورية بل خسارة أنت الله يقارك قفك أنت سو حسنات إيه وناك إيه خير كل حجري عرب كيس السبب تيس إن الله حيوب إيه خيرات كيس لن هدي وقفك السيدة قرته وحيلتها هي إنه آدي أدو فكرة وسن كد دالين إنه وقت بدنا سجل ميه إنه ما أرتى مسلمين ته أين كنا بتقولي ويان أما عرب كيس ونظم السيدة سن مرك ولا ليال أنكم مشغولين عرب كنا ذكر إلهي يا قرآن كأخرس كيسة يا علم كطلب كيسي يدتك الدين تلوغيره يا خير كالله فافيه ويا أنكم مشغولين يعني أرماها سوكله أرنك هذا شيخ بشير وشيخ يدتبا وحي حجك اللي جانا يان سياسيين الصومالية أو ودنك خربي ملحمان كرا أو أيقو سيدا ناقي أو أديك يا كودر سيدا حنت هذا يعني إله سبحانه وتعالى حلو وما أرسلوا عليهم حافظين ملائك باجرت يعني عمل كود سجليس أو خير الرضوض نبكي أي أمد يوجي سنيان سجليس ما هذا مسؤول كأه أو القويدين دون قيامه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إله سبحانه وتعالى حلو وما أرسلوا عليهم حافظين قولدي غالدا هيد markay dadka muslimiinta ay ku sheekeysanayaan ay ku faakeysanayaan xantooda oo markay ka sheekeynayaan aradtooda yaani ilaahay wuxuu yiri kuwaas loo madirsan wama arsilu alayhim haafidin adiga muslimka walaalkaaga kale muslimka dambigiis intuu doono hal ekaado lagu madirsan mid kale se cirdigiis adiga aad banaysanaysi waxa aad ka sheegayso maxal bay keenaysa ma wadankii bay xal u keenaysa بل سأذيك أيا خساري سجئ سنايو بري وحلقي يا مكا حسنات أذلها إنه سواه ويسو مركب حضرك إنسان ما هاس إنه أرين خطر أي تاي آفات اللسان أي كم تاي وحن ولا الله ينفت ذي بدر دار ميا إلا سك إلاري وحن كلو كوسو قبل جبين يا قاب كهدا ذنوب الله كسب ذه هدي مركب رأي هانجر عرب كإن لقاه الله قاب فر بدن بجرو هدا يعني هدات في رسالة إنترنت كا إم إس إن يلا يبال توك يلا dad waxa jira saacad inay fadhiyaan admodis in shaqo lagu siiyay 8 saacadood 10 saacadood maanta dhan hadal la xun xun qoraya
oo ma aragtay isla laguma oga ciidina kuma jeedo marba qof maagay waxay kamid tahay waxyaabihii aafaadkii lisaanka oo kale oo ma aragtay waxaad qoreys ogow inaad mas'uul aad ka tahay lagu weydiin doono amaam Allah subhanahu wa ta'ala marka qof walbo bari adiga ma aragtay waxan yaani lagu weydiin doonaaye hadda ka tasho waxaad ka sameyn lahayd وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله خيرا إله سبحانه وتعالى هكا أبا المريو نمان مشايخ ذا ميزان كود حسنات كان هاو سارو وحان أغاني هذا الكان نكو هذا لأنه عمل كمدية هاي وميزان كان الله ساري دونه ون الله حسابي دونه نبي قنو يري صلوات الله والسلام عليه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وحن نارتا دتك وجوج وقرده أما فود فود بقرده وحويان وها عرب كوضي كسبذين قف كينو يسئل آليا مارك عرب كيسي كاعد كاذو وحن أرقني أوكلا إضاعة الوقت وقت إن سيد الله ضيعيو إيا ميلاها الله فريسانيو إيا وحيابها الله ميتكاهو لن وحا كلو علم ذو النوغس ورمين وأن حد سوى أرقني إني قسوة القلب كم تهي وأي كان تبا إضاعة الوقت أما هالنقطه عرضي دقفك مسلم كوليس كسه الذي حاضر ذي هري الربا ذن وكجرتي تنو على جاه الله إن ليس كسه الذو قفك ملبو فريسنا يا دتك دقال أوجيا شا يوم أن ترن كه الله يا سؤال شو حيت هاي محا حكمة أو كذب بيا waxa la helayo faa'iidada maxay tahay hal laga hadlo muxuma laakin maxaa la helaya marka laga hadlo wax la gaarayo ma jirto waa idaa'at alwaqt wa qila wa qaal waxaan ku soo khatimeynaa insha Allah bal laba eray inaannu ku ogaano kayfa kana as-salaf yastafid min alwaqt salaf hadhihi al-umma siday waqtigooda uga faa'ideysan jireen كسو بلوم الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من التابعين وأتباع التابعين إلى علمائنا هذا الزمان وقت قوضوا حواها وقت إكفاء ذيستان كتاب انت سوق عضت وأخرسه كتاب كإله سبحانه وتعالى لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف كل حرف إنه حويان عشر حسنات سيد النبي نوشيك صلوات الله وسلامه عليه إذن أما سلف هذه الأمة حدث ولا حرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما لن ما لمها كم ذي سوق عرب كيس كل جنب الأركي محاد عيبا لويري وحيري هذا أوردني الموارد هذا أوردني الموارد مام أحمد بكتاب الزهد كورينية كان ويان كان يقري ذي هوقي نارت هجي نارته يا دردرك نارته كنا بيجلي يبا أهو بكر الصديق إلهي كأماني قرآنك سبحانه وتعالى كنا شيقي رسولك عليه الصلاة والسلام وتلمامي إنه ياهي من العشر المبشرين بالجنة الباب هذا جنة أردان إنه كقل يا النبي قول شيقي صلوات الله وسلامه عليه عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين سدا سلئك بيضنا هيد مركي ويناتي أي شلاي جرتو وحي أورنجرتي وحي أورنجرتي عائشة رضي الله تعالى عنها يا ليتني كنت نسيا منسيا قولك وحي سوق هذا نسي مريم بنت عمران حتى نقول لها مد لا يسكها المامبا وعلي رضا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيا مال أركي قيد شمبر سارا شمبر يسوق قيد سارا مركاسه وحي كيري هنيئا لك ورشمبر وبقاذين باكوس بنات ما حد يالي وادو ليسا واد اسكسو دقيسا وحباد عونيسا حساب كامدن بيس محاد وحان اتري محاد وحان اصميسا كامدن بيس إله اكتيس هني أن لك مرك بقاذين باكوس بنات وهكذا سيدا سيئة هاي انسلف كرضوان الله تعالى عليهم كوا هذا الكوضة كرنقة أو كدرة أعماش وذا عمر بن عبد العزيز أيا وحوران أيا سيد ابن أبي الدنيا وسون أقلني في كتاب الصمت قفك أنا هذا الكيسة كدر عمل كيسة وهلك سما ميل أغيم بمنك هلك سميا من لم يعد كلامه من عمله قفك أنا هذا الكيسة كم يدلقين عمل كيسة
وأنا كدر إنه عمل كيسا كم يديهاي وإلهي أقبنا يا سبحانه وتعالى وأهلك سميا من حيث لا يدري. إذن أعماشنا إنه كم يديهاي هذا الكين إنه أغانو علماء الإسلام كوحي أهايين سيدا أنقو أن أغنى هاي بخيل شيلنك يا دولارك أدبان بخيل أغنى وإحنا قب بخيل سن مجرو سيدا سي بخيل أغو أهايين هذا الكودة مالين مالمها كم إذا محمد بن سيرين سنن صومري مركا يا أيوب السختياني كما في مقدمة صحيح مسلم مركزه عكيري أن كله كلمة مركزه كيري ولا نصف كلمة نين مبتدعوها ولا نصف كلمة كلمة نسكة اعتكاد جيسن ما يواكسي لقاق فضيل بن عياض مثل ذلك نمبا كيري إي استاق أن كله الله مركزه يري قرح ذي إي على أذقنا وقت بقى سعوده أمسك الشمس قرح ذي إي علي وقت وقالي ويان نكفى إذي سن. ولذلك سفيان الثوري وحي أرني قفك منافقا إنه هرده بأوغا خير بدن إنه سوجيده قفك مؤمن كان إنه سوجيده أي أوغا خير بدن إنه هرده حالات بحالات بيد أنت سمارت منافقا إنه سوجيده إنه هرده إنه هرده خير بدن لأن محايا لشر بدن وسمين لا وكه هرده تهدي اللقود دقاق يمانتين أنه وذ هردني أهان لهيد قفك مؤمن كأس إنه سوجيده أو خير بدن ومحايا الأعمال بدن بسمين إياه هرددي سنة وعبادة سجدك سنة وعبادة كوا أين نقلنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا الله نهي النقل سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى سيدان هريو إعلاميني وحان تكنين هذه الرسالة دي عصر كهيد والدين تا وحان قعد سنين عيالك بنانك وين نقول دبن هولك وين نقول دبن وارد البوا هلكم فديو هدي هذا المجهود من فضلك وحد قصدك ده إن أكتر سوف رسوت راه لو كوا ديكير كل جوي مي كوا كله إن أكتر هذه مادان سيف لك جرد ودغستان قدر الواحد ولا قدر دغستان لا يهاي بنانك يسكور تجي يجو يسكور يرسيهن من فضلكم والدين تهلا هلا مارت عروتينا يا بوليس بان أود دلمنو جوجا بوليس جو حكي دغستان لاين مركو حين كعد سنين والدين تأل ما هذا لي ولش ولي برران دلي من فضلكم ولش إن أكتي نسوف ريستان وكسر عليا ما رهول كوري جيان قبر لي رادو وحلا هيا دوكيمنتي جو حاله قبر لي رازار حسن آدم وحد كد دوكيمنتي جو هيا ماشة فود بليس ك هوان كجوجان وحد ويديسان نورا جامع يا كوه هيسا دوكيمنتي جو إن شاء الله وحين نقول حقيقة أن تصل هذا كذب بريجر عن قاضنا إن آد كوبان ما دام وقت وحقا هل كان نقول إيراضي تبدأ وحن بالله بينا محاضرة ينكي محاضرة دي أيا بيح دون تا مركا إن شاء الله تعالى وحن ولا لها كعد سنة إن رجيا دوم أربعة إن لوصل نقطة فدقة لا نسوا كوبا وقت كا صلاة هذا كبا إحنا بواسوف ريسن دون إن شاء الله جزاكم الله خيرا. Check, check, check. One, two, one, two, one, two.